صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 35 لسنة 2023 بتعيين وكيل في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين الدكتور خالد أحمد محمد حسن وكيلا للوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة.